خلينا نعرف ونتكلم عن الموضوع ده بتفصيل اكتر، وزي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم كشف اثري جديد بنفتتح بيه او بتفتتح بيه منطقه سقاره الاثريه العام الجديد، وده بعد موسم حافل اعلن خلاله عن عشرات الاكتشافات اللي ابهرت العالم زي المومياوات الذهبيه ومقبره الصقور وغيرها، زي ما تابعنا مع حضراتكم خلال الفقره اللي فاتت او الهاتف اللي فات. طيب عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن هذا الكشف من الدكتور محمد يوسف عويان مدير منطقه اثار سقاره. صباح الخير عليك يا دكتور. يا اهلا بحضرتك. لو في البدايه نوضح للساده المشاهدين تفاصيل هذا الكشف، ايه هي محتوياته؟ هو حضرتك الكشف ده بيرجع الى فترات زمنيه مختلفه، يتم العمل من خلال البعثه اليابانيه المصريه المشتركه بمنطقه ما تسمى منطقه شمال سقاره. تم الكشف عن مقبره صخريه من العصر الروماني تسمى الكاتاكومب، فيها بعض القطع الاثريه والتماثيل التي تمثل الفن المصري في حقبه العصر اليوناني الروماني. بجوار العمل في المقبره تم الكشف عن مقبره صغيره صخريه من عصر الاسره الثانيه، وده بيرجع تاريخه عن من خلال دفنه الكرفساء الموجوده في داخل المقبره بداخل بعض الاواني الفخاريه واناء من الالباستر اللي هم بيمثلوا طراز الفن في هذه الحقبه. فوق المقبرة برضو تم الكشف عن بعض المباني المشيدة من الطوب اللبن من فترات زمنية مختلفة من الدولة الحديثة حتى العصور المتأخرة. تم الكشف عن بعض التوابيت الخشبية الخاصة بالدفن من تلك الفترات وبعض الأواني والمسارج وبعض التمائم لبعض المعبودات المصرية القديمة. طيب يا فندم، ماذا عن لو هنتكلم عن ايضا اكتشاف اخر وهو اكتشاف هام جدا، والحجره المخفيه او الغرفه المخفيه؟ الحجره المخفيه اللي هي موجوده في الكشف ده هي حجره محفوره في داخل الصخر، ماشي، تم ازاله الرديم وتم الكشف عنها ووجد بها بعض الدفنات وبعض القطع الاثريه التي تمثل تاريخ تلك الحجرة. عملية البحث بتتم ازاي يا دكتور محمد؟ يعني هل في شواهد معينة بتخلينا نتوجه إلى منطقة بعينها مثلا؟ تمام، هو الموقع مشهور لينا في التاريخ المصري القديم، منطقة شمال سقارة بمقابر الأسرة الأولى والثانية، ودي كانت مقابر مشيدة شيدها ملوك وكبار موظفين الفترة الزمنية بعد عملية التوحيد اللي قام بها الملك مينا 3000 قبل الميلاد، واختار منطقة منف وكانت تسمى إنف حجي في ذلك الوقت كعاصمة، والجبانة كانت الجزء المقابل ليها في الصحراء اللي هو منطقة شمال سقارة. فهي كلها مقابر أسرة أولى وثانية مبنية فوق الهضبة. الحافة الصخرية تم عمل مقابر فيها في فترات زمنية مختلفة أشهرها في الدولة الحديثة. البعثات اللي بتشتغل في الموقع عارفة تاريخ المكان، احنا عارفين تاريخ المكان، وبرضو بالإضافة إلى ذلك قامت البعثة بعمل مسح أثري للمكان لتحديد المكان اللي تم العمل فيه، وفعلا تم إزالة جزء كبير من الرديم وتم الكشف عن الحافة الصخرية. الحافة الصخرية وجد فيها مقبرة الكاتاكومب اللي احنا اتكلمنا عليها، وطبعا مازال جزء كبير جدا لم يتم الكشف عنه من الحافة، فإن شاء الله في المستقبل القريب. لكن مكانه معروف بالنسبة لكم يعني؟ لا، الموقع بشكل عام معروف لينا كآثار، لكن الكشف هو اللي جديد يعني. أنا عارف المكان كله شمال سقارة، منطقة بتمتد حوالي 2 كيلو متر طولا، فيها في الجزء العلوي مقابر تم الكشف عنها. احنا ابتدينا ناخد الجزء المنحدر من الحافة الجبلية، أزلنا جزء كبير من الرديم، ابتدينا نكشف الحافة الصخرية. فمع كشف جزء من الحافة الصخرية تم الكشف عن مقبرة الكاتاكومب الرومانية وتم الكشف عن المقبرة الصخرية. ولكن طبعا المكان واعد في المستقبل القريب إن شاء الله مع استمرار أعمال الحفائر سيتم الكشف عن مقابر صخرية إن شاء الله عديدة في ذلك الموقع، من المتوقع طبعا. طيب دكتور، بجانب منطقة سقارة وأيضا طبعا منطقة حتى الأهرامات، إيه هي الأماكن أو المناطق اللي بيتم البحث فيها أو الجاري البحث فيها عن آثار في الفترة الحالية؟
هو طبعا مصر مليئه بالمناطق الاثريه التي تحوي العديد من المقابر والجبانات، ويتم الكشف عنها بشكل مستمر سواء في ربوع الدلتا او في صعيد مصر. عندنا بعثات اجنبيه وبعثات مصريه كثيره، اكثر من 200 بعثه اجنبيه واكثر من وحوالي 100 بعثه مصريه، سواء من المجلس الاعلى للاثار او من الجامعات المصريه، بتعمل في مناطق كثيره اشهرها منطقه الاقصر والعساسيف والمنيا وتونة الجبل وسقارة والجيزة والدلتا ودهشور. فدي كلها أماكن بيتم العمل فيها وبيتم التنقيب فيها بواسطة البعثات المصرية والأجنبية، وبيتم الكشف تباعا من حين لآخر عن جبانات ومقابر في تلك المناطق. كل الشكر ليك دكتور محمد يوسف عويان، مدير منطقة أثار سقارة.